زیارت میکنیم حضرت ابی عبدالله علیه السلام را با زیارت اربعینش در این مکان به نیابت 14 معصوم انبیا اولیا شهدا پدران مادران برا خوشنودی و روشنی دل مادرش فاطمه سلام الله علیها تعجیل در ظهور ولی عصر حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام قربتن الالله السلام على ولي الله وحبيبه السلام على خليل الله ونجيبه السلام على صفي الله وابن صفي السلام على الحسين المظلوم الشهيد السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وهبته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة أجعلته سيدا من السادة أقاعدا من القادة أزايدا من الزادة أعزيته مباريس الأنبياء وجعلته حجة على خلقه من الأنبياء فأذر في الدعاء ومنح النصح وبذل محجته فيه ليستنقذ عبادك من الجهالة غيرة الزلالة وقد تواضر عليهم من غرده الدنيا وباهزه
حشر آخرة بالثمن الأوكس وتعترس وتعدى في حمار وأسخطك وأسخط نبيك وأتى من عبادي أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى صفيك في طاعتك دمو الصبي عريم اللهم فلعنهم لنا وبيلا وعذبهم عذابا التماس دعا از همه عاشقان جمرون السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء أشهد أنك أمين الله وابن أمين اشتسيدا ومزيت حميدا ومت ترك اشتال فقيدا مظلوما تلها كجدل مظلوما شهيدا وأشهد أن الله منجز ما وعد ومهلك من خذل ومعذب من قتل وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيلي حتى أتاك اليقين فلعل الله من قتلك ولعل الله من ظلمك ولعل الله أمة سمعت بذلك فرزيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لما ينبالا ای خدا شاهد با من دوست داره حسینم دوست دارم ولی لمن والا و عدو لمن آدا به ابی انت بأبي أنت
عسايا يا ما أمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأضلاب الجامخة والأرحام المطهرة لم تنجس الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الحادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وآلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرايع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يعظم الله لكم بهبة فمعكم معكم من دوست دارم با شما خانواده باشم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى ارواحكم واجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين.